الصحفيه غادي يمشيو الاعلان على ثلاثه د الفائزات اللي ربحوا معنا في موقع على لامولاتي بوان ام ا في المسابقه اللي كنا قدمناها خلال شهر رمضان الكريم لاختيار احسن وافضل ثلاثه د الموائد ديال الافطار الرمضانيه. يعني في المسابقه كان الاختيار يعني ثلاثه ديال المشاركات واللي نتوما اختاريتوهم واللي نتوما صوتوا عليهم باش يفوزوا بهاد المراتب المتقدمه. فالرتبه الاولى كانت من نصيب المستمع الوفيه جدا البرنامج لامولاتي السيده خديجه ام ايمان من الرشيديه، يعني بصوت يعني تقريبا 47132 صوت كان لصالح خديجه ام ايمان من الرشيديه اللي نتوما صوتوا عليها في الرتبه الاولى. في الرتبه الثانيه كانت من نصيب كذلك اختصاصيه في الطبخ والحلويات المستمع الوفيه جدا البرنامج لامولاتي نزهه من طنطان اللي نتوما اختاريتوا انكم تصوتوا عليها واللي ربحات يعني ب 23289 صوت. الرتبة الثالثة كانت من نصيب سلوان زينة ب 10770 صوت. فهنيئا الفائزات الثلاث اللي حصلوا على أكبر تصويت، مبروك على خديجة أم إيمان من الرشيدية نزهة من طنطان وسلوان زينة. سلوان زينة يعني ما كنعرفهاش، يعني عاد نتعرفوا عليها لأنه ما عرفش اش من مدينة هي فيها، فغادي نحاولوا نتواصلوا معاك إن شاء الله باش نتعرفوا عليك أكثر ونعرفوا أين مدينة. بالنسبة للجوائز كيف ذكرنا دائما فخديجة أم إيمان من الرشيدية ربحتي آلة طبخ كويزينيغ وربحتي عجانة مهداة من طرف زيت الزيتون واد سوس، فمبروك عليك. نزهة من طنطان مبروك عليك ربحتي لبسق فطان يعني من تصميم ديال مصمم الازياء الربيعي هلال اللي هو دابا جاي في الطريق من اكادير، نتمنوا ليه طريق السلامه يعني باش ان شاء الله نسقوا معاه باش يعني نعرفوا شنو هما الالوان اللي كتبغي نزها والطريقه ديال القصه وديال التصميم والمقاييس ان شاء الله باش يعني يقدم لك هديه المصمم الربيعي هلال، يعني تصميم ديال لبسه ولا قفطان من التصميم ديالو. وسلوان زينة مبروك عليك ربحتي طابل يعني مهداة من عند منصف ايفنت تريتور ممول الحفلات اللي كيقدم لك هدية، يعني الطبلة كاملة مكمولة لف التزيين ديالها يعني كتضم تقريبا 10 ديال الأشخاص ومنيو مكمول متكامل يعني فيه الشيوات ديال التريتور بالصحة والراحة. فكنشكر كل الفائزات على التواصل على المشاركة ديالكم وكنشكر كل المستمعات المغربيات الحاذقات اللي ما بخلوش علينا واللي دخلنا البيوت ديالهم وخدوا من الوقت ديالهم وصوروا لنا موائد الإفطار الخاصة بالأسر ديالهم، فكنوجه لهم تحية كبيرة بزاف. انتم اللي اختاريتوا انكم يعني تصوتوا او تختاريتوا انتم هاد المستمعات، تحيه كذلك يعني لكل المشاركات بدون استثناء تبارك الله عليكم درتوا اكثر من الجهد ديالكم قدمتوا يعني الطويبلات في المستوى، اكيد على انه غادي يبقى في الارشيف هاد المسابقه يعني في موقع لامولاتي بوان ام ا غادي يبقى هاد الصور في الارشيف يمكن لكل المستمعات لانه الهدف هو انه المشاركه التنافس الشريف ما بين المستمعات وفي نفس الوقت كسب صداقات جديده ما بين المشاركات وما بين المستمعات. ومن جهه اخرى يبقى عندنا هذا الارشيف كل مستمعه يعني عندها الضياف وبغات تعرف مثلا كيفاش كنزينوا الطوابل ديال الفطور او لا ديال رمضان، فممكن على انه تدخل يعني وكل مره تختار يعني الطريقه ديال المستمعات اللي ممكن انه تزين بها. وحاجه اخرى ربما بعض المستمعات من خلال هذه المسابقه يعني استنتجنا من خلال هذه المسابقه كاين بعض المستمعات اللي كيشوفوا على انه راه الطبله ديالهم يعني كانت احسن بكثير من يعني هاد الموائد اللي ربحوا، فحنا درنا التصويت باش المستمعات هما يتعرفوا على بعضياتهم هما يختاروا. ربما الا كان اختيار من عند الفريق ديال مجله يعني موقع لالامولاتي بوان ام ا اكيد على انه غادي يكون واحد الاختلاف يعني غادي يكون واحد الفرق لانه حنا عندنا خصائص اخرى كنشوفوها. بالنسبه للمستمعات فمثلا كاين بحال السيده سلمى برادي اللي كنوجه لها تحيه كبيره وكذلك الحفيظ رحمه، كاينه كذلك فاطمه الزهراء اللي كانوا في رتب متقدمه يعني كانوا هما الاولين وكانوا تبارك الله حتى هما يعني طوابلهم يعني في المستوى، ولكن مجرد ما المستمعات يعني
يعرفوها لأنه خديجة أم إمام الرشيدية، ولا نزها من طنطان كينا في المسابقة، يعني كيحبوهم كيعرفوا شنو كيقدموا للمستمعات، يعني ما كيبخلوش علينا يعني معروفات، فحاولوا أنهم يصوتوا لصالح ديالهم. تما فين بان يعني الفرق؟ وبالنسبة للتصويت فأكيد على أنه كل واحد كيصوت مرة واحدة، يعني إلا بغي يصوت للمرة الثانية بنفس الاسم فما يمكنش، يعني مكتعطيك بأنه راه صوتي يعني المرة الأولى راه غير مقبول. يعني هذا هو الشفافية بالنسبة لهذا المسابقة، وأكيد على أنه إن شاء الله في مسابقة، لأنه بالنسبة للموقع للمولاتي بوائم مع الفقرات مع النصائح مع الفيديوهات اللي كنقدموا لكم، فأكيد على أنه غادي يكونوا مسابقات شهرية بجوائز مميزة جدا. يكفي أنكم دخلوا الموقع للمولاتي.ma وتستفدوا معنا، وفي نفس الوقت أكيد على أنه في المسابقات غادي يكون واحد تغيير، مرة غادي نخليكم نتوما تصوتوا نتوما تختاروا، مرة غادي يكون التصويت يعني من اللجنة اللي غادي نختاروها، يعني من الفريق ديال الموقع للمولاتي.ma، لأنه كيبقى كيف ما كان الحال الأذواق راه تحترم والأذواق مختلفة، ربما أنا تعجبني هاد الطابلة ولكن مستمعات أخرين عجبهم طابلات أخرين يعني أكثر بساطة، فهاد الشيء علاش تتبقى الأذواق تحترم والأذواق مختلفة. فهنيئا مرة أخرى لخديجة أم إمام الرشيدية نزها من طنطان وسلوان الزينة على الفوز ديالكم بالمسابقة، تختاريتو يعني أفضل موائد الإفطار يعني بتصويت ديال المستمعات. وكنشكر بزاف لكل المشاركات اللي شاركوا معنا في المسابقة، ونتمنى حد سعيد لجميع المستمعات إن شاء الله في الأسابيع المقبلة، يعني في الشهر هذا الشهر المقبل إن شاء الله غادي نضموا مسابقة أخرى وبجوائز مميزة جدا. خليكم دائما أوفياء الموقع للمولاتي.ma ودائما على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. نمشي و